أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قلب مسجد حمد بن خليفة الحضاري القطري في العاصمة الدنماركية. قمنا بتغطية خطبة وصلاة اليوم الجمعة 6 من آب، حيث تطرق الشيخ اليوم وهو الشيخ حسين غليون الذي قام بإعداد هذه الخطبة الجميلة والشاملة، حيث استطرقنا وجعلنا أن نقوم بتوضيح من الشيخ في هذه الخطبة التي يعني أبهرت الجميع، وهي شاملة فيها العقيدة الإسلامية والحياة الاجتماعية وأيضا التربوية. نستمع ماذا يقول حتى نفيد المجتمع الذي لم يحضر إلى صلاة الجمعة في هذا المسجد ولم يستمع إلى هذه الخطبة، حتى تعم الفائدة على الجميع عبر صوت شبكة راديو عرب الدنمارك الخاصة. أبو الأمين كونوا معنا. إذا التقينا مع الشيخ حسين غويلان ولا غويلان. سيد الشيخ، تطرقت في هذه الخطبة الجميلة اليوم مما أسعدت يعني الجميع في هذه الخطبة الذي استمع إليها بإمعان، وهي شملت 3 محاور. أنت ذكرت في خطبتك 3 محاور، ونحن عبر هذه شبكة راديو عرب الدنمارك الخاصة التي يعني نقوم بخدمة المواطنين مجانا، أحببنا أن نطلع الذي لم يحضر ولم يحالفه الحظ بحضور هذه الخطبة الكريمة منكم أن يستمع إليها على عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ماذا تطرقت بالمحور الأول من المحور الثاني إلى المحور الثالث ب3 دقائق؟ إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هو طبعا بداية الخطبة كانت حول قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتينا بها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم، يقول فيها أبو بكر سيدنا عمر: تعالى بنا نزور أم أيمن، هذه المرأة التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هل كان للرسول عليه الصلاة والسلام إخوة من أم وأبو، ولا بس فقط كان وحيدا؟ لا، كان عنده إخوة من الرضاعة، أكيد يعني أخت من الرضاعة الشيمة معروفة، وكان له يعني. خلينا في المحاور أحسن عشان تفضل. الوقت. تفضل. في المحور الأول كان موضوع أن أبو بكر رضي الله عنه رغم المشاغل الكثيرة ورغم الواجبات، وهو يعني يأخذ المسؤوليات الدولة الكبيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ترتد من حوله، والناس سمع الزكاة، والناس هنالك منهم من يدعي النبوة، ورغم ذلك في ظل يعني هذا الجهد الكبير وكذا يستطيع أن يجد وقتا يستخرجه الاهتمام بهذا الجانب الاجتماعي الذي نغفل عنه كثيرا في زمننا هذا. وأنت ذكرت الناحية العقيدية في الدين الإسلامي، وهو أن الدين عند الله هو الإسلام، من استسلم لرب العالمين. نعم. والناحية الاجتماعية وهي الصلاة وقراءة القرآن، أن يواظب على قراءة القرآن. لكن سيد الشيخ، لما نزلت الآية إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يقبل الله، لن يغفر الله، لن يغفر. هذه في المنافقين وليس في من لا يكون مسلما يعني. لا أبداً. إذن بالمنافقين. نعم. نعم. ولكن نزلت الآية استغفر. وما كان استغفاره رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان سيدنا إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. ماذا يقصد بهذه الاستغفار؟ أيوة. ماذا يقصد سيدنا إبراهيم؟ عن موعدة. إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني كان والد سيدنا إبراهيم آزر معروف. نعم. يعني بعبادة النيران وكذا وكذا. نعم. والتماثيل وكذا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يعني من رحمة الأنبياء وكذا أنهم يريدون أن يستغفروا، ولكن هذا الاستغفار للمشرك لا يجوز، لأن الأصل
كيف كما تطرقت يعني كما جاءت الآية إن الدين عند الله الإسلام، ولكن والدين عند الله ليس فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منذ يعني لدن آدم عليه السلام يظل هذا الدين كعقيدة صافية روحها هو توحيد الله عز وجل من كل الشرك به وكذا، يعني توحيد عبوديته خالصة لله سبحانه وتعالى، وأيضا اجتناب أوامر الله عز وجل الشرك به، هذا هو كنه هذا الدين وهذا الذي بعث به كل الأنبياء، والاختلاف إنما في الشرائع حتى جاءت شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت كل الشرائع. إذا الاستغفار هو لا يقبل رب العالمين، لا، وإنما الدعاء هل يقبل من الإنسان إذا دعا لغير المسلم؟ لغير المسلم أيضا اللي هي بالهداية، بالهداية تدعو له بالهداية، قل اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون كم وأنت تتر... نعم. وأنت تركت في آخر الخطبة عن الإبن كيف يدعو للوالد بعد وفاته البر، ماذا تقصد بها؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أنه من البر الذي لا ينقطع بالوالدين، البر الذي يستمر، وهذا من أيضا الشكر للوالدين، وهذا مما لا ينبغي أن يفتر عنه الإبن لأبيه حي أو ميتا، يعني يظل على الأقل في يومه أن يحمل له دعوة في سجوده بعد صلاته في موطن الدعاء، فيدعو له اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم الصحة إذا كانوا من الأحياء، اللهم ارزقهم العافية، إلى غير ذلك من للوالدين المتوفين، إذا كانوا أحياء وإذا كانوا هل الدعاء أيضا للأحياء الوالدين في الصلاة هل طبعا يستفيد منها الوالدين أيضا من أن يشكر لي ولوالديك، قرر العلماء في الحي والميت من الشكر للوالدين هو الدعاء لهم في الحي والميت. طبعا الحي والميت، لأن وبالوالدين إحسان، ولكن إذا جاهدك على الإشراك والكفر الشرك يظل خط أحمر، لا في الدعاء لا تطعهما ولا في الاستغفار ولا لا في عدم الطاعة فيما يأمرانك به من الشرك، من الشرك. أما إذا أمرك في معروف وكذا وكذا يعني الآية لما تقول حتى لو كان مسلم. نعم، لما الآية بتقول وبالوالدين إحسانا هي تشمل كل الوالدين يعني في في الدنيا، الطاعة والبر والصلة والزيارة والإكرام كل هذا يظل مستمرا إلا أن تطيعهما في أمر فيه شرك بالله عز وجل، فذلك خط أحمر. شيخ حسين أشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيك، ونحن إن شاء الله سعداء بك وبحضورك اليوم معنا، وسنوزع إن شاء الله هذه الكلمة حتى تعم الفائدة على جميع المسلمين في تلك المنطقة، ولا يسعني إلا أن يعني أدعو لك أيضا ربنا يوفقك، وهي حبة ملبس أيضا من أبو الأمين. السلام عليكم، مبروك على ابنك، الحمد لله خروجه من السجن، الله سبحانه وتعالى يجعل له من أمره فرجا ويسر له، والوقت الذي قضى إن شاء الله ربنا يبارك له ويجره فيه ويسر أموره إن شاء الله ويبارك له في عمره وحياته. آمين. وجميع ما يضع فيه يده إن شاء الله. بارك من الله خير. فيك، أشكرك جزيل الشكر. آمين. له ولي ولكل شباب المسلمين الذين سجنوا ظلما أيضا ودافعوا عن دينهم. هذا ما لدي اليوم. معنا أبو موعد حبيبنا وصديقنا لزم يعني من زمان، كلمة قديم أبو كلمة أبي. كلمة للجالية العربية والإسلامية في الدنمارك بمناسبة يعني الطعم واللقاح، كم مرة أخذت اللقاح؟ أنا أخذت اللقاحين الأول والثاني والحمد لله رب العالمين، طبعا أنا عامل عملية القلب كمان. نعم. فضل من الله الحمد لله ما صار معي شيء الحمد لله رب الحمد العالمين والسلام. وأنا مع الطعم ومع الناس تأخذ الطعم، والطعم بإذن الله ما فيه شيء بإذن الله رب العالمين، خذ الطعم إن شاء الله رب العالمين وبيعمل حصانة ومناعة بإذن الله رب العالمين. وماذا تطمن الناس الجمهور يعني اللي بحاولوا ما ياخذوش الطعم خالص؟ ياخذ الطعم، اللي بخدش الطعم خطأ، ياخذ الطعم. ياخذ الطعم. الشعب الدنماركي الذي الدنمارك صارت مطعمة 4 مليون أو 4 مليون ونص، ما معقول الدنمارك تقتل شعبها عشان فلان وعشان نقول ضغوطات أمريكية وضغوطات مش عارف شو، شو هالكلام الفاضي؟ أو تجارة تجارة فايزر أو تجارة موديرنا. تجارة شو؟ إحنا طلع على لساننا الشعر وإحنا ننشر. الدنمارك صار مكلفها مليارات. ننشر نشرات، نشرات إخبارية بشكل يومي. بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير. بتتابعنا في نشرات الإخبارية؟ طبعا أكيد، طبعا أكيد. إن شاء الله هذا يكون لصالح الناس ولله تعالى. إن شاء الله يعني إن شاء الله ذكر. بارك الله شكرا فيكم أبو محمود حبيبي أبو حبيب. طبعا
نحن الآن من أمام مسجد قطر حمد خليفة الحضاري، وهو مركز ويوجد في داخله المسجد. أستودعكم الله هذا اليوم، لدينا اليوم من هذه التغطية، وإن شاء الله تعم الفائدة على الجميع. ولا تنسوا مصالح دعاكم السادس من أب 2021، قلب العاصمة الدنماركية، أبو أمين. دمتم وإلى اللقاء.